فخر ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل؟ ايه حكاية عيسى دي؟ عيسى مات شيرين. مات من سنة وعشر شهور بالظبط. اطلع يعني حسبة سهلة. مات في السنة. بأي فهد؟ إيه اللي حصل؟ حكاية طويلة أوي شيرين، ما تفكريني ليه بس؟ خدته في سكتي ومات بدالي. وأنا مش عارف أعيش. كل ما حد يناديني يا عيسى ببقى بحس بشوكة كده. ببقى مش عارف. هو أنت ليه سبتيني يا شيرين؟ ليه سبتيني؟ ليه كنت قاسية كده؟ أنا مش عارفة أسامحك. فخر، أنا لازم أمشي. خلي بالك على نفسك.